مرحبا أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في لقاء جديد ضمن برنامجكم الأسبوعي المباشر ملفات. ضمن هذه الحلقة من البرنامج أيها السادة، سنتناول موضوعا هاما جدا، وهو موضوع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة بشكل عام، حيث من المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب المياه المحيطات والتصحر وغيرها أصبحت تشكل قلقا كبيرا، أو تشكل على الأقل هاجسا للخبراء والقادة والدول بصفة عامة. وقد وعت بلادنا كما هو معروف أيها السادة أهمية البيئة والحفاظ عليها، فاهتمت السلطات العمومية بهذا الشأن، حيث أنشئ قطاع خاص بحماية البيئة في بلادنا. كما شاركت بلادنا في العديد من اللقاءات والقمم الدولية التي تبحث هذا الموضوع، وكانت مشاركات بلادنا معروفة، كما كانت تجربة بلادنا معروفة كذلك في هذه القمم. حديثنا أيها السادة ضمن هذه الحلقة من البرنامج يتناول البيئة بشكل عام وجهود بلادنا في المحافظة عليها. ونستضيف لهذا الموضوع أيها السادة ضمن هذه الحلقة من البرنامج السادة الدكتور محمد يحيى الشاه، هو مكلف بمهمة بوزارة البيئة. مرحبا دكتور محمد يحيى. السيد سيدي بابا ولي اللهاب هو رئيس الشبكة البرلمانية للبيئة، مرحبا سيد رئيس. والسيد حيمودة أحمد وهو شيخ مقاطعة كوباني وعضو الشبكة البرلمانية للحفاظ على البيئة. باسمكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل أرحب بضيوفي ضمن هذا اللقاء، وأتمنى لكم متابعة مفيدة. وفيما يلي أيها السادة أدعوكم إلى متابعة ورقة حول هذا الموضوع لزميلتي لالا فاطمة. الكوكب الأزرق ينزف ببطء، وفي كل يوم تتسع رقعة الخطر، فنصح على وقع تغييرات طارئة تهدد بنسف واقعنا وتغير العالم الذي نعرفه. فحين يكون الصمت قاتلا والركون للتخاذل أمرا واقعا، تمسي الحاجة للفعل ضرورة لا مفر منها وهدفا لا غنى عنه. بهذه الروح وتلك العزيمة عقدت أولى جلسات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمشاركة 140 دولة وعلى مدى 12 يوما. المؤتمر يهدف لكبح جماح ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية أجيال الغد من آثاره، إضافة لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تدهور المناخ. بلادنا تشارك كغيرها من دول العالم في هذا المؤتمر، فحجم ما يتهددها من مخاطر صار أكبر. ومن أهم هذه المخاطر التصحر، ارتفاع منسوب المياه، والجفاف، وهي مشاكل تضرب بيئتنا الموريتانية في الصميم. وكافة هذه التغيرات المناخية استدعت من وزارة البيئة والتنمية المستدامة وضع استراتيجية صارمة وفق أسس ثلاث. المكونات هي مكون الدعم القدرات المحلية للفاعلين، ووضعهم وضعية يفهموا فيها شنو بعد قاع التغيرات المناخية، ودعم المؤسسة أيضا خاصة المندوبات المدويات الجوية للبيئة، يعني أنها تعود على مستوى فني قادة تواجه هذه الظاهرة. المكون الثانية هي حماية الأراضي من التدهور. المكون الثالثة هي مكونة الأنشطة المدرة للدخل. وفي الأعوام الأخيرة اكتست استراتيجية دعم القطاع البيئي طابعا تشاركيا، فكثفت جهودها من أجل دعم مشروع السور الأخضر الكبير، واستحدثت وكالة خاصة به أطلقت العديد من حملات التشجير. لم تغفل بلادنا في خطتها الداعمة للمناخ ضرورة الحفاظ على ما تحتويه من تنوع بيئي، فحظيت محميات جاولينغ وحضارغين باهتمام كبير بالخطة المرسومة لدى الوزارة، كما أعدت السلطات دراسات حول الرقابة البيئية للمشاريع. قمنا 134 أيام تشاورية، وقمنا بنفسها في تحقيق عمومي لأنها تتعلق بالمشاريع، وقمنا ببعثات مع الوزارات الوصية، وزارات القطاعية نقوم ببعثات لرقابة هذه الخطة المصادقة عليها، للتأكيد من تنفيذ ذوك التدابير للحد من وطأة المشاريع على البيئة. وعلى امتداد 750 كيلومترا هي طول الشواطئ الموريتانية، وضعت الوزارة سياسة دقيقة لحماية هذا المحيط، كما امتدت حملات التشجير لتشمل ملتقيات الطرق والساحات.
وخلال السنوات الأخيرة عملت الوزارة على إدراج البعد البيئي في كافة المستويات التعليمية والتركيز على الشق الإعلامي لأنشطة التحسيس الدورية، كل ذلك من أجل جعل البيئة محورا ومرتكزا لكافة السياسات ومحط اهتمام المواطن. شكرا لزميلي الأستاذة فاطمة البشير على هذا التقرير الذي تابعنا معكم أيها السادة الضيوف أيها السادة المشاهدين والأفاضل. طيب بداية دكتور، بماذا تودون افتتاح هذه الحلقة؟ شكرا جزيلا. إذا كانت هناك كلمة يمكن أن نستخدمها كمدخل، أعتقد أنه هو شكر لقناة موريتانية على فتحها من جديد لملفات المناخ، وخصوصا بالعودة إلى مؤتمر باريس في الشهر الماضي. وهناك الكثير مما يمكن وما يجب قوله، أعتقد أنه يمكن أن لا نستبق حتى تطرح الأسئلة. شكرا. واضح. شكرا جزيلا دكتور. ماذا عن سياسة حماية المناخ في موريتانيا بشكل عام؟ شكرا. فيما يخص المناخ، أولا أود فقط أن أذكر أن المناخ هو موضوع من المواضيع البيئية المتعددة. فيما يخص المناخ وهو الموضوع الذي أشرتم إليه، المناخ سياسة متعلقة بالمناخ تندرج في إطار الجهد الدولي متعدد الأطراف، لأن قضية المناخ هي قضية عابرة للحدود. وهي بالضرورة قضية لا يمكن تسييرها إلا عبر آليات وعبر تفاهمات قارية ودولية. هناك اتفاقية هي اتفاقية الإطارية المتحدة حول المناخ، وهي اتفاقية موريتانيا وقعت عليها في شهر يونيو من سنة 92 لأنها من اتفاقية ريو، وطبيعة الحال تمت المصادقة عليها بعد ذلك عبر آليات تشريعية. فهي ملزمة للجمهورية الإسلامية الموريتانية ويتم تنفيذها عبر مجموعة من حزمة من البرامج ومن خطط الخماسية تهدف إلى التكيف، وبالتأكيد تهدف أيضا إلى المصادقة وإلى الوصول إلى أداء يمكن أن يعني يعتبر أداء جيد، لأنه تعتبر في إطار تنفيذ تعهدات موريتانيا فيما يتعلق بها اتفاقية. فهناك بالرجوع إلى المستوى الوطني، هناك العديد من النشاطات تستهدف تنفيذ هذه الاتفاقية. من أهمها هناك خطة عمل خماسية، هي خطة عمل الخاصة بالتكيف. هناك أيضا مجموعة من البرامج التي يعني تتدخل في على مجموعة من المشاكل التي تعتبر من ناتج قبل ذلك دكتور، هذه قبل ذلك دكتور المشاكل. ما يخص البالي لنقرب قليلا الموضوع المشاهد قبل الحديث عن الاتفاقيات التي سنتحدث بمشيئة الله تعالى لاحقا في البرنامج، البيئة لتعريف هذا الموضوع المشاهد في القطاع تقولوها ليش؟ وشن هي المهام اللي يحاول القطاع أن يوسع من أجل تنفيذها بهذا الخصوص؟ فيما يخص البيئة بشكل عام. نعم بشكل عام. البيئة بشكل عام هي كل الأمور مفردات اللي تتعلق بالموارد الطبيعية، تتعلق بما يسمى بإطار الحياة وما يسمى الفرنسية بالكادر دي في. فيما سواء كان في الوسط الحضري في الوسط الريفي، جميع الأمور متعلقة بالمنظومة التي يكون الإنسان جزء منها، وبطبيعة الحال فيها موارد طبيعية، وبطبيعة تأكيد الحال جزء الاقتصاد لا يمكن فصله عن البيئة. فكل هذه المفردات تشكل أجزاء من ما يسمى بالبيئة. فهي بطبيعة الحال مفردات أفقية، يعني يمكن أن يمكن حصرها بسرعة، وبطبيعة الحال البيئة كقطاع يتدخل على جميع التراب الوطني، ربما من القطاعات القليلة التي هي ملزمة بالتدخل على جميع كل متر مربع من التراب الوطني. فهذا يستدعي العمل في البيئات البحرية، في على المناطق الرطبة، على المناطق اليابسة، المناطق المتعلقة بالتلوث، المناطق المتعلقة ب جميع الرهانات في الوسط الحضري وما أكثرها، مشاكل العابر الحدود، مشاكل ذات البعد الجهوي، مشاكل متعلقة بالتشجير، مشاكل هذه كلها أمور متعلقة بها. فهي يعني حزمة كبيرة جدا من النشاطات والاهتمامات والرهانات مثل ما قلت أفقية تستدعي تدخل الجميع من ربة البيت حتى الحكومة، مرورا بالقطاع الخاص وب البرلمانيين وبطبيعة الحال بالعمال بالمجالس المحلية. فهي
يعني مجموعة كبيرة جدا من المسائل التي يكون جزء الإنسان ووسطه البيئي جزء منها. وماذا يجب على المشاهد أن يدرك بخصوص ما يشكل خطرا على البيئة اليوم؟ البيئة اليوم هناك تطور في مفهوم البيئة وفي تعاطي مع هذا المفهوم. الأهم اليوم هو أنه لا يمكن فصل المجتمع عن البيئة ولا يمكن فصل الاقتصاد عن البيئة. وبطبيعة الحال بالرجوع إلى مفهوم التنمية المستديمة نجد هذه الأبعاد الثلاث وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع. فلا يمكن محاربة الفقر بدون الرجوع إلى حل المسائل البيئية. كماذا مثلا؟ يعني أي نشاط متعلق بمكافحة الفقر. يعني في دعم الاقتصاد، دعم الظروف السكان. هذه يمر بتسيير بيئي. وبطبيعة الحال الأمور متعلقة بالمجتمع برهاناتها أيضا لا يمكن فصلها عن البيئة. فبشكل عام ما يجب حسب وجهة نظري التصور ويعني الاستنباط وخصوصا احترامه كمفهوم هو أنه المقاربة الإنسان، وعندما أقول الإنسان أقول يعني المجتمع. المجتمع واقتصاده جانبين من التنمية المستديمة، والجانب الثالث هو الجانب المتعلق بالوسط الطبيعي البيئة. فإذا أردنا أن نحترم الإنسان في 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 في, في, في مجتمعه، يعني أن نحترم المجتمع، إذا أردنا أن نطور المجتمع في اقتصاده مدخل هو البيئة. هكذا تقول مفاهيم التنمية المستديمة. فأي عمل على المجتمع لا يحترم البيئة، وأي عمل على الاقتصاد لا يحترم البيئة، هو بطبيعة الحال عمل عبثي، وبطبيعة الحال هو عمل لن يجز شيئا، وبطبيعة الحال هو عمل يعني يتم أو يحاول أن يتم خارج احترام مفاهيم التنمية المستديمة. واليوم الأمور واضحة، لأن التنمية المستديمة يعني فرضت نفسها، وهناك تطور، هناك يعني رؤية وقراءة ديناميكية للتنمية المستديمة منذ أن ظهر هذا المفهوم سنة 87. وقبل شهر واحد يعني ظهرت مفاهيم جديدة، ظهر بعد الرابع وهو الحكامة، يعني كبعد رابع للبيئة والمجتمع والاقتصاد. وهي أمور لا يمكن إلا أن نفهمها وأن نندرج ونتنزل في سياقها، لأنها أمور أصبحت من الوضوح ومن الأهمية بمكان. شكرا. طيب، لنتساءل الآن ماذا يهدد البيئة عندنا في موريتانيا؟ الحقيقة الأقطار أو التحديات كثيرة. بطبيعة الحال هي ليست حصرا على بلدنا، ولكن عندنا مجموعة من التحديات. نحن أعتقد من الناحية كمقارنة مع بلدان المحيط والبلدان ذات الملمح المقارب والمشابه، نحن عندنا يعني استباق، وهناك إنجازات كبيرة تتم وتمت. بالنسبة للمشاكل، هناك مشاكل في الحقيقة كثيرة، وأغلبها هي مشاكل عابرة الحدود، لأن غالبية المشاكل هي مشاكل ليست مشاكل وطنية. من أهم المشاكل عندنا هي المشاكل المتعلقة بالتصحر. نحن كدولة من الساحل، أنا أعتقد دائما أحبذ الكلام عن التصحر قبل الكلام عن مشاكل أخرى، لأنه مشكل يعني تعاني منه المنطقة أو شبه المنطقة منذ السبعينات. يؤثر على الاقتصاد، يؤثر على المجتمع. هناك ندرة في المياه، ندرة في زراعي رعوي بالاساس، بطبيعه الحال مجتمع متعلق بالزراعه والزراعه والتنميه تشكل اكثر من 18% من الناتج الداخلي الخام. هناك مشاكل يتعلق بالانجراف خصوصا على المنطقه على الشاطئ. هناك مشاكل متعلقه بالتلوث، هناك اشكال من التلوث يعني تشكل تحدي، لانها مرتبطه ببعض الصناعات الاستخراجيه، مرتبطه ببعض النشاطات المهمه. هناك ايضا مشاكل اخرى نحن نعتبر ان جزء منها، وهي مثل المشاكل المتعلقه بالمناخ. ونحن في الحقيقه كبلد لا نتسبب كثيرا في هذه المشاكل، ولكننا نعاني منها مثل عدد من البلدان الافريقيه وبلدان الجنوب. ولكن هذه اهم مشاكل. وهناك مشاكل اخرى تتعلق بال التنوع البيولوجي، مثل انقراض بعض الانواع الحيوانيه، وكذلك مشاكل الانجراف، بعض الملوحه، بعض المشاكل ندره المياه التي تصاب بالملوحه في بعض المواقع الى اخره. وهناك مشاكل، وكل هذه المشاكل تتعلق بمجموعه من النشاطات، مجموعه من الاجراءات الاستجابه التي يعني
تحاول أو تعمل على استباق هذه المشاكل وحلها بصورة تدريجية. طيب إذن سادة البرلمانيين، هذه كنا نتحدث الآن مع القطاع الوصي أو المسؤول عن البيئة في بلادنا وعن مواجهة التحديات التي سمعنا إليها، وهي تحديات حقيقة كبيرة جدا، وهي تحدي التصحر الذي يشكل خطرا كبيرا على بلادنا، لأنه يرتبط بالحياة اليومية المواطنين. فمعروف عن غالبية كبيرة جدا من المواطنين الموريتانيين تمارس الرعي أو الزراعة، وبالتالي التصحر والانجراف والتلوث ومشاكل المناخ والملوحة إلى غيرها، مشاكل في الحقيقة كبيرة وتحديات كبيرة جدا مطروحة لبلادنا. لا شك هذه المشاكل المطروحة استدعت تدخل هيئات المجتمع المدني وتدخل كبرلمانيين وكنواب، فبادرت من إنشاء هذه الشبكة. متى كان ذلك وما هي أهداف هذه الشبكة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، أود الترحيب بضيفنا الرابع البرلماني والعمدة سي أدما الذي انضم إلينا في هذه اللحظات. فأهلا وسهلا بضيفنا سي أدما الذي سيشاركنا إذن الحوار، سيشارك معنا في إثراء هذه الحلقة، ولديه ما يقوله بهذا الخصوص لا شك. مرحبا سيدنا. شكرا لكم. أهلا وسهلا. بينفني. تفضلوا. مرحبا على سؤالكم. أولا قبل الرد على السؤال أود أن نشكر التلفزيون الموريتاني على هذه الاستضافة، ونشكر أيضا جهود مبذولة من طرف الحكومة والوزارة بصورة خاصة في هذا الإطار. ردا عن السؤال اللي ورد قبل، نقول أن قضايا البيئية قضايا الإنسان أو الحياة بصورة خاصة، محافظة على البيئة هي المحافظة على الحياة بصورة وجيزة وبصورة بسيطة يسمعها المواطن بطريقة أسهل. وعليه فعلا الدور، فعلا فهم دور هائل تقوم به الحكومة، وفهم ترسانة قانونية قطعا انطرفية قدر من التطور اللي عاد مواكب تطورات اللي خلقت بصورة عالمية دولية. ودور الشبكة هم شبكة البرلماني مكلفة بالحفاظ على البيئة، هو دور أساسا رقابي، رقابة العمل الحكومي من ناحية، وأيضا الناحية الثانية الإحساس بالمسؤولية لدى المواطن. معنى أن نقوم بقدر من أنشطة، منها أنشطة تحسيسية ومنها أنشطة رقابية على العمل. وحبذا اللي أعطيتكم أمور ملموسة. أن قمنا بزيارات شرائك كيف تازياس وشرائك كيف MCM من أجل الاطلاع على الإجراءات الوقائية اللي متخذين هذه الشرائك من أجل محافظة على البيئة. وعليه فعلا نعود ونرجع ونقول على المحافظة على البيئة ودورنا احنا كواعين، ونحاول نقوم به قدر الاستطاعة وقدر مثلا المساحة المفتوحة لنا على ان نربط محافظة على البيئة بالحياة، حياة الإنسان. وعليه فعلنا قضايا مهمة وقضايا مطروحة، وإحنا نحاول مواكبة العمل الحكومي ورقابته ودفعه إلى الأمام أيضا. واضح. لديكم إضافة بهذا الخصوص؟ شكرا لدور الشركة الموريتانية على الاستضافة. أهلا وسهلا. تشميلة السيدة رئيس، هو بما يتعلق بتاريخ إنشاء الشبكة أنشئت 2009، وكانت أنشئت لأساس أن البرلمان هو مصدر التشريع، وكل حياة النشطة الثانية لابد تنساق لأنها معبر أساسي في الحياة كل دول. ومنذ إنشائها قامت الشبكة بعدة أنشطة كيف قال السيد الرئيس، منها زيارات شركات المنجمية، منها زيارة الشاطئ، منها البيئة البحرية أساسي بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومنها أنشطة خارج البلاد. الدولة الشبكة البرلمانية الموريتانية ترأس حالا الشبكة الغربية الأفريقية ما شاء الله، كانت ترأسها حاملة خطاب اهتماماتها المنطقة بشكل عام عن طريق البرلمان. إذن كان دور هام وأساسي. دور ثاني هو التسريع، مصادقة على
اتفاقيات دولية الحلقة بالبيئة. نعم. منها كامل كان رغبة الحكومة نحاول إنه ونين نجل الغرف. نعم. الشبكات عدلوا لوبينج. نعم. لكن زملاء آخرين كانوا نعم بضرورة التصويت. نعم. ضرورة التصويت. نعم. إنه كانوا دار حيوي وفيها عاد دار لا أقل أهمية والدبلوماسية البرلمانية. نعم. مواكبة المفاوضات الدولية. كان هذا الاستثمار البرلمانتار عنده دور أساسي. نعم. للتوحيد مواقف مع دول منطقتنا. نعم. إياك أن نعطينا قوة دفع الجهات السياسية. واضح. لو سمحتم أستاذ. نعم. تكملة لما قاله الزميل ونائب رئيس الشبكة. نعم. على أن استطعنا في مأموريتنا هذه ترأسنا الشبكة شبه إقليمية. نعم. على أن ندمج اللغة العربية كلغة رسمية لهذه الشبكة. هذا مكسب إحنا لا بد أن نذكره هون. نعم. وأيضا على أن نحمل صوت زملائنا من موريتاني الكابفار الجزء الأخضر. نعم. والمناسبة أتيحت لنا في الفرصة الأخيرة في باريس. نعم. على أن نتكلم عن موريتاني ولكن أيضا نتكلم عن شبه المنطقة. واضح جدا. طيب سيد نائب سيادة ما مرحبا بكم معنا ثانية في البرنامج. سمعتم إلى سؤال، كان السؤال هو استشعار كيف يستشعر البرلمانيون مثلا ضرورة العمل البرلماني في مجال حماية البيئة والتحسيس والتوعية والمواكبة كذلك التشريعات البرلمانية في هذا المجال. شكرا على كل شيء. أهلا وسهلا. اسمح لي لأني جيت متأخر بأن ساكن وقته 10:30. نعم. عادي. كما يقول الزملاء يعني. نعم. كل حال من البرلمان دوره أساسي من قد كل شيء، كل حياة وطني من قد دول جاربين سياسة ديمقراطية على كل حال. نعم. البرلمان هو الأساسي. والتحسيس والتحسيس وعمره يتماشى به على كل حال. أولا يدفع ولا يعاون الحكومة والحكومته. نعم. هذه الناحية. نعم. وثاني من اللي يخبر ذوك الناس المنتخبينه. صحيح. هو قريب من هذا 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 من الناحية. بروكسيميتي افيك. دونك سامبلومون جي ديزي كو دابور ان تكو جو ريمرسي مي جو كوا كو كوم ديز لي كوليغ لو رول دو بارلمان دون دون توت لاكتيف ناسيونال اي بريدومينانت اي اسانسييل. Parce que c'est elle qui fait un peu le cycle en retour des décisions, des innovations, mais aussi des contacts, de tout ce qui peut exister en termes en tout cas d'avancée, si vraiment on joue dans la sphère démocratie. Ah. Et à mon avis, le, disons, l'unité parlementaire environnement de l'Assemblée, du Parlement d'une manière générale, depuis un certain temps, depuis même quelques années, fait un effort extrêmement important. D'abord, il accompagne le gouvernement dans ses décisions, dans ses initiatives. Il vulgarise les thématiques qui sont extrêmement de portée nationale. Il fait un plaidoyer aussi bien out et in de ces pays, mais aussi il légifère. Et il fait passer les lois d'une façon assez souple, assez régulière. Et c'est en tout cas un avantage que nous avons. Donc, voilà en fait un peu son rôle est essentiel et fondamental et il doit l'être si vraiment on fait la démocratie. Et je crois que jusqu'à présent encore, le pouvoir, le gouvernement, la société estiment que ce rôle-là est extrêmement important pour nos parlementaires. Concernant la sensibilisation. À mon avis, c'est tout comme. Parce qu'en fait, elle passe des lois. Donc le député, quand il va chez lui, la première chose d'abord, c'est de rendre compte à sa population des lois qui ont été votées. C'est la première chose. Mais aussi, très souvent, il y a des actions de l'État qu'il faudrait aider à vulgariser. Les journées de l'arbre, par exemple. Hein. Les journées de l'eau, les journées contre les la pollution, les océans. J'ai eu par exemple, en tout cas, un article où, qui m'a beaucoup frappé d'ailleurs à un moment donné, c'était une thématique, c'était Nouakchott, les pieds dans l'eau, je ne sais pas, voilà, ça, hein, les pieds dans l'eau, la tête au sol, quelque chose comme ça. Et à mon avis, c'était vraiment significatif qu'il faudrait que les gens sentent et se disent qu'ils ont une vulnérabilité géo-océanique
et qu'il faut chercher en tout cas à faire le maximum d'efforts pour pouvoir un peu contrecarrer ce qui pourrait arriver en ces quatre matins dans un négatif. Donc son rôle est important. لنعود الآن دكتور الحديث عن هذه المواضيع عن ما يسعفنا الوقت أولا بأول الحديث عن التصحر ما له بالضبط التصحر كظاهرة جيد التصحر ظاهرة فعلا تعتبر من المشاكل البيئية التصحر ظاهرة مهمة من الظواهر المعروفة بيئيا وذات الأولوية على الصعيد الوطني التصحر بالتأكيد من المشاكل ذات البعد عابر الحدود لأنه لا يعتبر مشكل وطني بقدر ما يعتبر مشكلة جهوية مشكلة قارية مشكلة كونية التصحر ظاهرة تعرض لها بعض من البلدان تعرض لها أوروبا الآن تعرض لها الولايات المتحدة أستراليا الصين أكثر من بلد على كل حال التصحر ربما من المواضيع التي اهتمت بها البلدان بصورة مبكرة يعني هذه البلدان اقتصادها رعوي هذه البلدان تعرضت لأزمات حادة من التصحر في السبعينات وعلى كل حال موريتانيا اليوم بصورة موضوعية تعتبر من البلدان ذات الريادة فيما يخص التعاطي مع قضايا التصحر وهذا بشهادة الفاو بشهادة المنظمات المتخصصة في مكافحة التصحر الأداء فيما يخص مكافحة التصحر التكوين وطريقة الأداء والتنفيذ مستفيد المشاريع على الأرض منذ السبعينات أعطى لموريتانيا اليوم نوع من ce qu'on appelle une longueur d'avance et laissez-moi un peu m'exprimer en français un peu. Il n'y a pas de problème. Donc je disais que étant donné que cette problématique donc a touché de façon assez tôt les pays donc depuis les années 70 aujourd'hui la Mauritanie donc au fil des décennies a si forgé donc une place irréfutable et vraiment une place tout à fait méritée en matière de mesures de réponse en relation avec la désertification et donc aujourd'hui sur le plan comparatif, la Mauritanie a cette performance qui lui est reconnue par la FAO et par les institutions spécialisées en matière de lutte contre la désertification. Et ça, c'est une source de satisfaction et c'est aussi un défi pour le cultiver et améliorer cette longueur d'avance. La FAO aujourd'hui présente les modèles mauritaniens comme étant ce qu'on appelle une success story, une histoire de réussite ou vraiment un exemple. Maintenant, sur le plan impact, il est évident que ce problème continue à occasionner des préjudices à l'économie de façon processuelle, de façon progressive, de façon aussi mesurable, mais aussi à la société, parce que c'est un phénomène qui touche la société. Il y a des phénomènes migratoires, il y a des phénomènes essentiellement au niveau rural, en milieu rural. Qui sont une incidence de la désertification, mais c'est un phénomène, c'est un problème qui aussi correspond à des mesures de réponse. Nous avons sur le plan au niveau politique des instruments qui sont conçus pour faire face à ces phénomènes et à ces problèmes, et à ces corollaires, parce que la désertification c'est une multitude de problèmes. Et donc nous avons le plan d'action nationale de lutte contre la désertification qui est mis en œuvre au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable avec un partenariat assez transversal au niveau national qui est évalué, qui renvoie à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dont justement la deuxième conférence des parties venait d'avoir lieu au mois d'octobre dernier à Ankara avec une grande participation mauritanienne avec notamment le président de l'Assemblée nationale qui a participé avec des députés, avec évidemment des participants du ministère de l'Environnement et des... effectivement. Donc je disais, c'est pour dire que ces problèmes, effectivement, correspondent à des mesures. Il y a une israat stijab. من ضمنها خطط وهي خطط مقدمة للحكومة وهي خطط أفقية فيها جميع قطاعات وفيها قطاع خاص وفيها بطبيعة الحال جميع الفاعلين المؤسسيين اللي يفترض عنهم يعودوا في خطط من النوع وعندها ميزانيات مرصودة وهي خطط ذات مصداقية. طيب هذا ما يخص هذه الخطط اللي حدثتم عنها اللي جعلت من بلدنا تقريبا نموذج وبشهادة الجهات المختصة الجهات المعنية سواء كانت أممية أو إقليمية أو جهوية إلى أي حد مكنت من حصر هذه الظاهرة؟ فهم فعلا السؤال يمشي في اتجاه مهم جدا هو اتجاه تقييم متابعة اتجاه مدى قياس الأداء وقياس نبقى نقول فقط سابقا نرجع لسؤالكم عن كترجمة الأداء المتميز وهذا موضوعي
عند موريتانيا فيما يخص مكافأة التحرر. نعم. الفاو 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 مرجعية فيما يخص مكافأة التحرر. نعم. الغابات. نعم. حرصت دائما على تهنئة وزارة البيئة الموريتانية والفاو أعطت ميدالية ذهبية لسيد وزير البيئة والتنمية المستديمة قبل سنتين وبصورة دورية يتم تنويه بالجهد اللي تعدل الموريتاني واللي هو جهد على كل حال تراكمي لأنه من عشرات السنوات. هذا فيما يخص قضية الدور والمرتبة اللي عند الموريتاني. ما يخص قضية الأداء. في بطبيعة الحال كل خطط فيها جوانب متعلقة بالتقييم والمتابعة. فيما يخص التصحر على كل حال هناك مؤشرات واضحة لكل جميع النشاطات. فيما يخص من النشاطات من المؤشرات الأبسط هي فيما يخص التشجير. نقدر نعطوه مثلا مؤشر على عدد الشجرات اللي يتم تقرصها. نعم. في نشاطات تشجير عبر 5 سنوات وعشر سنوات. ونقدر نعطوا مؤشر أيضا هو وهذا مؤشر مهم جدا هو حجم الاستثمار اللي مرصود لهذه النشاط اللي يعطي فكرة. نعم. عن أهميتها. وهون نبقى نقول عنه من الأمور أيضا المعروفة اللي تعتبر مكسب للبلد هي أنه لأول مرة بلد في كيف موريتانيا من بلدان ساحل. نعم. يرصد ميزانية معتبرة للنشاطات البيئية على ميزانية الدولة الموريتانية. نعم. من 2010 كمثال برنامج الخاص لحماية مدينة مكشوف. نعم. رصدت مبالغ تجاوزت 5 مليارات من ميزانية الدولة الموريتانية وأعطت نتائج جيدة على الأرض. هذا كان أيضا جهد مهم جدا نوهت به العديد من البلدان ونوهت به أيضا منظمات مثل اليونب ومنظمات أخرى. أعتقد أنه من المؤشرات هي أن نشوفه ما هي حجم الاستثمارات اللي اندارت في هذا المجال. نشوفه هناك في الوثائق وفي التقارير اللي هي خاصة بالتقييم المتابعة هناك حجم التمويلات اللي تم رصدها لهذه الظاهرة التصحر وهناك الكثير من المؤشرات الأخرى. يقير هناك مؤشرات مركبة. نعم. وهناك مؤشرات مبسطة على كل حال نقدر نعطو بصورة مبسطة كقياس للأداء. نعم. لأداء هذه الخطط هي حجم الشراكة. نعم. حجم عدد الولايات اللي فيها نشاطات. عدد المشاريع اللي يتم تنفيذها وكذلك فيما يخص مثلا التشجير كنشاط مثلا عاد معتاد انه عدل به اللي عاد في التقاليد الحكم اليومية والأسبوعية. نعم. هو عدد الشجرات وهذه كلها نجبر بها مؤشرات. نعم. تعطي فكرة عن هناك ايضا مؤشرات تتعلق بحجم الأراضي التي يتم يعني تداركها من الظاهر الانجراف او من الزحف الرمال. هذه كلها مؤشرات وهي مؤشرات كلها تشير الى ان هناك اداء وهناك تقدم فيما يخص التعاطي مع هذه الظاهره وهو تعاطي هو عباره عن يعني حرب على هذه الظاهره اللي هي ظاهره الصحر ولكن لا ننسى ايضا ان الظاهره هي من راسها يعني تتقدم بوتيره معينه. نعم. وهذا ما يجعل فيه نوع من التشويق فيما يخص التعاطي مع هذه الظاهره لانه ظاهره هي ضروره هي تتقدم وتتاخر تسابق مع السباق الطبيعي. واضح جدا. طيب اذا سالته السيد المكلف بما الان عن موضوع التصحر لانه موضوع يمس المواطن يمس حياه المواطن بشكل مباشر جدا اعتمادا على ما تقدم هو عن غالبية السكان عن تمارس إما زراعة أو الرعي وبالتالي هذا يعود له تأثير كبير جدا ولا شك البرلمانيين دورهم فيما يخص هذا الجانب دور هام جدا يعود دور مكمل للمجهود الرسمي من خلال مسألتين على ما أعتقد من خلال المشاركة في عمليات في هذه العمليات فيها عمليات تشجير اللي هامة جدا والدور اللي ربما أهم هو تحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ أولا على ما هو متاح على ما هو موجود ومتوفر وكذلك المساهمة في عمليات التشجير والمساهمة في الحفاظ على الوسط البيئي بشكل عام. تفضل. شكرا. على كل حال بالنسبة لقضية التصحر وقضية التشجير أعتقد أن الحكومة قامت بعمل وفهم عمل جبار. نعم. في إطاره وفهم مؤشر أيضا مهم أعتقد على أنه يعطيهم بعض عند اعتبار الاهتمام السياسي. دور سياسي من قام به. نعم. بدليل العملية قطعنا لأن كيف تقال الدكتور لأنها أرصاد لها مبالغ هائلة ولأنها نتيجة تعاد واضحة الحمد لله في حماية مدينة نواكشوط ولأن شهدنا فترة الأخيرة. نعم. اهتمام رئيس الجمهورية بصورة خاصة لأنه هو اللي يقوم بنفسه بالعملية وقطاعات الحكومية ككل. نعم. وقطعا لأن احنا أيضا
قمنا بذاك الدور مكمل لدور الحكومه ودور تحسيسي اننا لين نرجع للدوائر كيف تقال العميد قويلاتي دوائرنا الانتخابيه نعدلوا جماعه تعود ما هي رسميه تعود ما هي ورشه نعدلوا جماعه مع بعض من المواطنين نشرحهم شرح لهم مخاطر التصحر وايضا طريقه كفاحته ولا طريقه حصره في مناطق ولا تقليل من شانه وعليه فعلا حقيقه قمنا بياسر من الدعايه من أجل إعطاء مثلا الأهمية القصوى لهذه القضية. مدينة نواكشوط اليوم كما ورد في حديث سيد مكلف بالمهمة أعلنها عاد شبه محصنة. ثم أعتقد قضية أخرى يقدر ينشار لها تعزيزا لهذا الموقف السياسي هو كون أعلن لاجانس دي لا غراند ميراي فيرت لاجانس بان افريكان دي لا غراند ميراي فيرت اللي مقرها موجود في موريتاني ورئاسته السور الأخضر الكبير نعم. مقرها موجود في موريتانيا ورئاستها كانت عند موريتانيا عادوا وانتخبوا رئيس الجمهورية كرئيس مدة سنتين أخرى هذا معناه على فماتية عوامل وطنية داخلية يدلوا على تثمين الجهود اللي قام بها في هذا واعتقد على إنشاء هذه الوكالة وإنشاء الوكالة الوطنية يندرجوا في هذا النطاق من أجل مكافحة التصحر وإيجاد الحلول المناسبة. هذا ندرى شنو مستوى تجاوب المواطنين في دوائركم مع هذا التحسيس ومع هذه التوعية بضرورة الحفاظ على الوسط البيئي وإلى أي حد فاهمين أهمية هذا الوسط؟ طيب مثلا هنا نواصل بعض طبعا قضيه البيئه اشكاليه البيئه بلا حدود نعم حدود الوطنيه مع اشكاليه عالميه نعم نشاهد جمعانا لابد من التعاون الدولي تنسيق جهود كيف يدخل اطاره نعم انشاء هذه الوكاله وهذا الصور الاخضر العظيم اللي يمتد على 7000 كيلو نعم كانه سد حاجز امام هذه اشكاليه التصحر نعم هنا عاد مع ثلاثه المستوى الوطني لابد لهم جهود ما يعني تجاوب المواطنين احنا كشبكة نعم قسم البلاد على مناطق ايكو ايكولوجية نعم كلها عندها اشكالية ممتاز نقوم عندنا برنامج عندنا ان بلان داكسيون ونزوروا منطقة ونصطحبوا خبراء ونعطوا نهارين في البلدية مثلا مع المجلس البلدي مع المجتمع المدني المحلي ونتبادل الآراء ونحصوا ذوك الإشكاليات ونعطوا ذوك التوصيات اللي بسيطة ونحاول أن نفهموا أن مشكلة البيئة أنه هو لا أن يكذب بين تكبر الحاجة غير تخلي استمرارية صحيح هذه كأنها تغير توازن أكبر حاجتك يا غير لا لا تضيع الوزن نعم تقريبا وهذا تنقضنا منه مناطق منطقة الوادي بو منطقة الشاطئ عدو أيام عدو كرفان نعم ونشوف المواطنين ونشوف لهم الخبراء ونشوف لهم ذاك المفاهيم ونحاول ان احنا هما تبادل الاراء مدة نهار بطن رمبي ونشوف خلاص وهذا كأنه مناطق النهر عند إشكاليته جميل جدا توزيعك بالمناطق للبلاد على مناطق والمناطق الواحات عند إشكاليته هذا هو اللي تقريبا هذا البلان داكسيون يشتغل إليه تشتغل إليه الشبكة وتحاول أنها بالتعاون مع الشركاء كانت توصل وكل مفاهيم يحافظوا على اللي مازال عندنا أستاذ مجرد إضافة لأن عملنا تحسيسي ما يتعلق إلا بدوائرنا الانتخابية بل إحنا عندنا صفات وطنية وعليه فعلاً تحسيس وطني واضح طيب أستاذ سيادة ما لديكم بطبيعة الحال إضافة بخصوص هذا اللي يقولوا بخصوصها كان يقولوا نواب ولكن عندي أنا أيضا سؤال بخصوص المناطق اللي كانوا يتحدثوا عنها الآن الزملاء توزيعكم للبلد الى مناطق نرى كان هذه المناطق جميعها كلها في مثلا حد من اعضاء الشبكه oui certainement mais je pense que la question que vous avez posée à savoir un peu quel est un peu le niveau d'interactivité entre le résultat et la population en Angola en Mauritanie ils sont extrêmement très en avance sur ces plans-là par rapport à beaucoup de ce qu'on peut croire.
parce que l'expérience en tout cas tout ça hors ce n'est pas c'est pas récent c'est pas récent c'est bien même avant 70 mais certainement que la documentation n'a commencé que très récemment en tout cas par rapport à ce que nous connaissons mais je crois que il y a eu en tout cas une conscientisation extrêmement poussée du problème mais aussi une réaction extrêmement positive parce qu'en ce moment dans beaucoup de régions mais c'est la population même qui protège la nature. Moi, je sais que à Nassaba, ça existe. Vous avez une expérience absolument la plus significative. Ouais. Je sais que dans Dra, ça existe. Je sais que là-bas, dans le Tambrekat, là, du côté de Zouarat, ça existe. Donc, le Mauritanien, en tout cas, d'une façon générale, a connu certainement depuis très longtemps ces problèmes un peu de sécheresse, et je crois qu'il s'est dit que maintenant il faut bien qu'il garde un peu son terroir. Et ils sont extrêmement novateurs dans cet imaginaire que nous cherchons en ce moment, bien dès en avance par rapport à nous-mêmes qui parlons en ce moment. Ça c'est d'un. Mais je crois aussi que le Sahour, il n'est pas négatif, parce qu'il est aussi touristique. Certainement, nous ne cherchons pas à faire du désert pour le tourisme, mais il faudrait qu'on s'adapte à ce désert pour faire du tourisme. Il est certain, quand on voit l'évolution écologique qui s'est passée au niveau des zones oasiennes, quelque part c'est un drame. Et d'ailleurs, si vraiment on veut mesurer l'impact que nous avons reçu de tout de la sécheresse, c'est par rapport aux oasis qu'il faut voir. Qu'on voit l'ancien, on voit le nouveau. On sent vraiment que ce pays a été impacté par ça. Maintenant, la question de savoir, effectivement, ce pays a toujours été divisé en zone agroécologie. Écologie, agroécologie, vous prenez le mot que vous voulez. Mais il est certain qu'il y a une distinction, il y a une diversité de situations qui fait que, même si on est globalement semblable, il y a quand même des différences qui existent de par rapport même, disons, à l'environnement, à la nature, au sol, aux arbres, aux populations, ça existe. Mais je crois que, globalement parlant, en tout cas, d'après mon expérience, le Mauritanien, en ce moment, il est extrêmement vif. Je lui dis pourquoi. Nous avons conduit en juin dernier ce qu'on appelle le débat citoyen, c'est-à-dire une expérience mondiale, pratiquement dans plus de 80 pays, où, en instant T, des segments de population répondaient aux mêmes questions. Et on s'est rendu compte qu'en Mauritanie, on est vraiment en avance par rapport à ce problème. Pourquoi? Parce que seulement on le vit. On le vit d'une façon assez permanente, on le vit, mais aussi depuis très longtemps, nous avons expérimenté des méthodes, des schémas, des stratégies, comme dit l'Afdal, qui sont en ce moment vraiment des exemples. Des exemples. Moi, je sais que le gars de Martha Lajar, il y a 20 ans, c'était un îlot de verdure dans du sable. Malheureusement, l'habitation a tout détruit. C'est dommage. Mais je crois que, bout de limite, à l'époque, la dune était pratiquement fixée. Donc on a fait des expériences extrêmement importantes. Malheureusement, quelquefois, la pression humaine est telle que les choses, il faut un peu les revoir. Mais en tout cas, d'une façon globale, en termes de pédagogie, le Mauritanien est extrêmement éveillé sur le plan écologique. Et ça, c'est vraiment... Permettez, sur cette lancée prônée par le doyen de saisir cette opportunité pour féliciter le travail remarquable qui a été fait par la société civile. Il y a certaines ONG nationales qui ont abattu un travail remarquable que nous saluons ici et qui a été salué aussi, je crois, au plus haut niveau récemment à la COP21. Je crois que la société civile mauritanienne, travaillant dans ce secteur, a tout notre salut. Donc c'était juste pour compléter le doyen dans cette lancée. هي بطبيعة الحال المجتمع المدني خصوصا المجتمع المدني العامل في هذا المجال المنظمات غير الوطنية غير الحكومية العاملة في مجال البيئة كان عنده دورها الكبير جدا كما ذكرتم في عمليات التشجير في عمليات التحسيس في عمليات الحفاظ على الوسط بصفة عامة وفيها وفي التمثيل أيضا في التمثيل أيضا نعم في التمثيل واضح سنتجاوز الآن إلى العائق الثاني والعامل الثاني هو عامل التلوث التلوث يجب أن نطرح سؤال ما هي عوامل التلوث في الوسط الموريتاني حتى؟ شكرا بالنسبة للتلوث يعتبر أيضا من التحديات ومن الإشكاليات
القائمة بطبيعة الحال ليست حصرية على موريتانيا. التلوث هو الدراسات اللي تم القيام بها نعتت عن التلوث. موريتانيا تعاني من التلوث، إشكالي من التلوث، ولكنه يعتبر لا يعتبر بنفس مستوى الخطورة اللي مثلا كتصحر تصحر أو وبطبيعة الحال التغير المناخي هو أيضا من التلوث، يعني يعتبر يمكن مصنفه كتلوث لأنه ظاهرة سببها هو التلوث. المشاكل القائمة فيما يخص التلوث الموريتاني هي هناك تلوث مرتبط باستغلال بعض الموارد الطبيعية خصوصا فيما يخص الصناعات الاستخراجية، وهذه خيار وطني. الدولة الموريتانية ارتأت أنه هناك موارد أن هذه الموارد تستفيد منها البلاد تستفيد منها الشعب، وقام يعني تم اتفاق على تفاهمات من أجل استخراجهم، ولكن مع الأسف هذا الاستخراج يبقى مرتبط ببعض التلوث الذي يفترض أن يتم تسييره تدبيره عبر خطط عبر أليات معروفة. هذا ما هو طارئ أيضا، مثلا سنيم شركة كبرى مرتبطة بجزء مهم من اقتصاد البلد، تطرح تساؤلات وإشكاليات متعلقة بالتلوث، يتم أيضا التعاطي معها بصورة مستمرة. هناك شركات الاستخراج، أهم شركتين في قطاع استخراج الذهب والنحاس، MCM تازيازت، شركات أخرى حتى في وسط الحضري، أي صناعة استخراجية مرتبطة بالتلوث بشكل يعني بشكل مهم التلوث او بشكل يعني ربما يعود اكثر حده. حتى اذا شفت مثلا وسط الحضري هون اذا قبت ساميا اذا قبت اي حتى اذا قبت الشركات مثل سوملك هي كلها تطرح مشاكل. هناك تلوث مرتبط بخارج هذه الصناعات الاستخراجية، هناك اشكال من التلوث يطرح في الصناعات اللي قالوا سكتر انفورمال بما فيها اللي قالوا بجراج بما فيها اللي قالوا اشكال الاشكاليات القائمة في تصريف اللي قالوا دي شيء ميناجي ولا مينيسيبو. هذه سيتي بوليسيون. هناك دي بوليسيون شيميك يعودوا بلوز او موان ايغو بلوز او موان غراف بهم اللي يعودوا ديكومبوزيشن كاسيغراف، وهذا كلهم هناك آلية مرتبطة باتفاقية دولية لتسيير ذاك النوع من التلوث. هناك مثلا اتفاقيات متخصصة جدا لتسيير أنواع التلوث، تسيير معناه تعاطي مع هذيك التلوث مع هذيك الأنواع من التلوث بما فيها التلوث بمواد خطيرة. هناك من اتفاقية، آخر اتفاقية وقعتها موريتانيا في سنة 2014 هي اتفاقية ميناماتا خاصة بالزئبق. هناك اتفاقية ستوكهولم، هناك اتفاقية روتردام، هناك اتفاقية فيينا، هناك اتفاقية بال، هاي كلها بأشكال معينة من المواد الكيميائية. هناك أشكال أخرى من التلوث يعتبر التعاطي معه ايضا تحدي، وهي التلوث على المستوى البحري اللي مرتبط بالصدمة من النقل البحري. وشفنا منه حالات في السنة الماضية على الشواطئ. هذه حالات، ولكن بشكل عام التلوث يبقى الحمد لله موريتاني. التلوث ما هو من الإشكاليات المزمنة. ربما نقول عنها إشكاليات حادة، ربما نقول عنها أيضا، وهي كلها عندها خطط خاصة بها. إلى عاد في مشكلة معناها أنه عندهم خلل في التعاطي مع ذاك الوتشي وذاك الوثيقة اللي خاصة للتعاطي مع هذه، سواء تعلق الأمر بالصناعات الاستخراجية وتنطرح قضايا حول السيانير لآخرهم. وهذه كلها ما فيها مشاكل كبيرة، لأنه مثلا اذا اخذنا مثال الذهب في العالم، الذهب لابد من الاستخراج، الذهب لابد من السيانير او الزئبق، فالسيانير اقل خطر واقل اشكاليه، ولكن اذا يخلق مشكل معناه انه الوثيقه التي يفترض ان يتم عبرها تسيير استخدام هذه الماده الكيميائيه الخطره اللي هي السيانير معناه عنها خلقت فيها خلل في التعاطي معها، وليس في 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 احتمال او في انه في الرهان او في الـ 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 في استخدام السيانير، لانه لا بد من استخدامه في مقصد الذهب. معناها عام في مجموعه كبيره من اشكال التلوث، ولكن بشكل عام اشكال التلوث تبقى اشكال حاده. وانا شخصيا اعتبر انه ما يقام به على الارض خصوصا من سد الفراغات القانونيه والتشريعيه وما قام به مؤخرا عبر الآليات المؤسسية عبر وزارة البيئة من استحداث بعض
الهيئات المتخصصة في البحث وفي يعني معاقبة المسؤولين عن هذه الحالات أعطى دفعة كبيرة وصولا إلى تحريم استخدام البلاستيك اللي يعتبر كان إنجاز رائد في مدخل كان في مطلع 2012 و2013 ومؤخرا أيضا عبر القانون الذي يحسن من هذا من هذه الإجراءات. وعلى كل حال على مستوى المؤسسي وهذا جزء مهم لأن الجزء المؤسسي والجزء القانوني هو جزء مهم تكميلي لأي أداء ونزارة البيئة عندها أولا إدارة متخصصة في التلوث وهذا من القطاعات القليلة في المنطقة اللي عندها إدارة مركزية متخصصة في القضايا المتعلقة بالتلوث. أيضا هناك عندنا على مستوى وزارة البيئة هناك ما يسمى بالبريغاد موبيل وهي فرقة متنقلة يعني تقوم بالبحث عن أي مواد ملوثة خارقة للنصوص ومعاقبة المسؤولين عنها وبطبيعة الحال المندوبيات الجهوية على المستوى الوطني جميع الولايات والمفتشين على مستوى المقاطعات. هذه ترسانة وهذا جزء يعني جانب يعني منظومة مؤسسية وقانونية تمكن من الحد من هذه المشاكل. وعلى كل حال لا يمكن أن نصل إلى وضعية مثل ما يقال لريسك زيرو نيكزيستبا لأنه قضية التلوث قضايا هي قضايا أيضا عابر الحدود مرتبطة بالتجارة مرتبطة بالتصدير بالإيراد وأيضا هي أيضا تتعلق كلها باتفاقيات دولية من كي قلت اتفاقيات اللي عدت كاملة هي اتفاقيات دولية موريتانية وقعتها وصادقت عليها كاملة خاصة بالتلوث لروتردام بال جنيف فيين بال ستوكهولم وميناماتا هي آخر واحدة كانت خاصة بالزباق. وعلى كل حال كلها تتعلق عندها خطط على مستوى القطاع وأيضا خطط قدمت الحكومة ويتم إشراك فيها القطاعات المعنية كيف وزارة الصناعة وزارة التجارة وزارة الصحة وزارة المعنية ويتم تنفيذها ويتم تقييمها أيضا ويمكن الرجوع لهذه التقارير الخاصة بالتقييم. واضح، شكرا جزيلا. طيب إذا فيما يخص وطى سيد المكلف مهمة لحديثنا بخصوص الاتفاقيات الدولية وترسانة التشريعي بهذا الخصوص وهذا لا شك دور الشبكة فيه لعب دور كبير جدا. على كل حال بالنسبة للترسانة القانونية الموجودة في هذا الميادين بصورة عامة شبه اكتملت. على كل حال هي في إطار تطور دائم متجدد متجدد وفي إطار تطور دائم ونحن نواكب ذاك التطور ونحاول كانت تعد ترسانة مواكبة للتطور العالمي. المهم هنا تيها واللي نطلبه احنا من الحكومة أساسا تطبيق هذه النصوص القانونية على أرض الواقع حفاظا على التطور اللي يخلق في الصناعات الاستخراجية والصناعات ككل. اللي أرصد سيد المكلف بالمهمة ضركات هي قدر من جوانب الحياة الصناعية والاقتصادية لطبيعة الحال على من خلال ممارستهم على يخلق تلوث فما تيا دي زيتود دامباكت انفيرونمنتال وحتى دي نوتيس الحجم اصغر من النشاط. والمهم على في ضمن دي زيتود دامباكت انفيرونمنتال ولا نوتيس دامباكت انفيرونمنتال اجراءات اتخذت يعودوا صمام أمان ضد أي نوع من التلوث وهذا راجعين على تطبيقه وصار على تطبيقه من طرف الإدارة على أنه ينقام به وظاهر لي على فهم خيارات لا بد لهم يخرجوا خاصة يعودون يتكلموا عن أمور استخراجية على فهم هاتيها مواد فعلا مضرة يقال فهم ملي آليات التحكم في المواد نفسهم وعليه فعلا ذوك الآليات وذوك النصوص المنظمة ذاك العمل على الرقابة عليهم رقابة الوزارة المكلفة بالبيئة أيضا رقابة الوزارات الأخرى الموصية على ذلك ذوك الأنشطة راجين على أنه يتعزز وراجين هنا تيها وطالبين على الموارد البشرية اللي خاصة بذو القطاعات على أنهم يعود تكوينهم تكوين على مستوى رفيع من أجل الحفاظ على الحياة هي اللي قلت لكم بيت الحفاظ على البيئة. واضح لك مضاف خصوصا ما يتعلق بالترسانة القانونية نقول أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة أنها كانت مثلا نحتسبها أنا كبرلمانيين أنها من إنجازات اللي ساهمنا فيها أنها كانت وزارة مستدامة وكنا كان اللوبينج إلا أنها ارتفع على كانت وزارة مستدامة وكانت قطاع في وزارة أخرى أنها ارتفعت عند ذلك المستوى اللي مكتمل والحمد لله استجابت السلطات العليا. ما يعني ترسانة القانونية كيف قال السيد الرئيس إن نخلق فيها مجهود كبير وكانت تملي نقطة أساسية من أهداف
شبكة. نعم. هو ذاك اللي كامل كان قد تستفاد منه الدولة الموريتانية ما يتعلق بحماية البيئة أنه يفعل. هذا الإطار هي اتفاقية التلوث البحري اللي صادق عليها مال هياس. نعم. وكانت عندها فيها فائدة كبيرة. نعم. كيف الحادث اللي خلي أنها فيها آليات. نعم. فيها آليات نقدر تطلبهم. لأنك ما خارج الدولة عندها القدرة اللي تواجه كارثة بيئية بنفسها. بنفسها صح. وفهم اتفاقية أبيدجان. نعم. هاو 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 دوز انستريمون أساسيين بلادي. نعم. وحنا صادقنا عليهم هاي الفترة الأخيرة. نعم. وكنا كان دور بعض واضح. فضل سيد العميد بخصوص هذه التشريعات وطرحها في البرلمان والتحسيس البرلمانيين الاخرين لها وتذليل الصعاب امامها هذا شكل يعود فيه يتم فيه تنسيق مع قطاع البيئة بينكم وقطاع البيئة. Non, il est certain que en matière de pollution, c'est bien ça, hein, si j'ai bien compris. Effectivement, c'est des éléments extrêmement importants qu'il ne faudrait pas négliger. Et quel que soit le nombre et la valeur de ces conventions que nous signons, il faudrait bien qu'au niveau local, d'abord qu'elles soient connues, qu'on les explique, qu'on sache leur portée, qu'elles soient suivies. Et qui peut également contrôler, disons, les pollueurs, comme on dit. Voilà, comme ça. Donc je crois qu'il y a un ensemble d'actions qu'il faudrait prendre en amont, pendant et en aval, pour que justement que la pollution soit réellement surveillée de près. Surtout pour un pays qui veut beaucoup, qui a beaucoup d'ambition, qui veut tout faire en même temps, parce qu'on en a besoin, le propre développement. Donc quelquefois, on néglige un peu ce facteur-là, alors qu'il est essentiel. Surtout aussi qu'on a une population qui, quelquefois aussi, peut-être qui n'a pas la même compréhension. Je me souviens dans le temps encore où les bidons de pesticides dans le marché de Nouakchott étaient monnaie courante, où chacun se l'appropriait parce qu'on s'en servait pour aller prendre de l'eau. Alors que c'est extrêmement pas à faire. Donc, il y a en tout cas un besoin d'éducation, un besoin de suivi, un besoin d'explication. Mais aussi un besoin de contrôle et d'application de toutes ces conventions, toutes ces mesures que nous prenons. Sinon, effectivement, tôt ou tard, c'est nous qui faisons un peu les frais. Donc je crois que le rôle du Parlement, le rôle de tout citoyen, Parlement, société civile, administration, c'est d'avoir un peu amené la population, d'avoir à comprendre le problème, mais aussi amener l'industriel. Qu'il soit grand ou petit, parce que même le paysan qui fait ses engrais, c'est de la pollution, attention, et même très importante. Mais on ne s'en rend pas compte. Donc je crois la dose, la fréquence, la composition, tout ça, c'est des choses qu'il faudrait effectivement ne pas négliger, en termes en tout cas d'explication à tout le monde. Mais nous avons là quand même la chance que nous commençons à comprendre un peu. Disons la portée de tout ceci. On est jeune, on est ambitieux, on a beaucoup de potentiel, mais aussi quelquefois on a la mesure de pouvoir un peu aller au pas qui nous permet de pouvoir bien faire. شكرا جزيلا. هذا ما يخص ترسانة وفيما يخص تهيئة خلق الظروف الملائمة للعمل في هذا المجال اللي متداخل واللي هام جدا واللي عنده تأثيراته سلبية أحيانا على الحياة العامة، الحياة الاقتصادية للبلد والحياة بصفة عامة. فيما يخص القمة الأخيرة اللي فهمتيها ودور البلد فيها والقمة اللي سابقت اللي نتحدث عنها القمة اللي كانت في مقر الأمم المتحدة إلى غير ذلك، سنتحدث عن القمة الأخيرة ودور موريتانيا فيها والنتائج اللي تم يمكن الحصول عليها جراء من هذه القمة. شكرا جزيلا. أعتقد أنه الموضوع هو بيتعلق بالمناخ في الاجتماع باريس. طبعا فعلا في إطار أول اجتماع هو اجتماع في باريس، يفترض أنه مهم اجتماع التذكير، هو اجتماع في إطار المتحدة. نعم. ليس اجتماع لم ينظم طرف فرنسا. هو اجتماع طبعاً. هي اتفاقية اسمها الرسمي هو الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي. وهذه الاتفاقية وقعت مثل ما قلت في يونيو 92، هي من اتفاقية ريو. هي اتفاقية إطارية وعندها بروتوكول كيوتو، هو بروتوكول هو كان البروتوكول الوحيد في هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية مع الأسف لم
لم يعني يتم تنفيذها، لم تنجز شيئا كبيرا، لانها خصوصا اتفاقيه طموحه يعني تستدعي عمل من اجل احداث نقلة نوعية فيما يتعلق بقضية المناخ، وقضية المناخ قضية شائكة وقضية خطيرة جدا. نعم. كيف تعرفوا هناك ارتفاع تدريجي، هناك حسابات، يعني هناك توقعات بارتفاع درجة حرارة بصورة مخيفة. بصورة مخيفة. يمكن أن تؤدي إلى يعني كارثة على المستوى الكوني. هناك مؤتمر سنوي يتم سنويا، وعلى كل حال اجتماع باريس كان اجتماع مفصلي، كان اجتماع محوري، لأنه كان هو الدورة 21 لمؤتمر الأطراف. كان أهم اجتماع كان قبله كان الدورة 13 كانت سنة 2007 في مدينة بالي بإندونيسيا، وبعد ذلك كان اجتماع الدورة 15 كانت في كوبنهاغن في سنة 2009، وحضرها فقط رئيس الجمهورية وحضرها وفد موريتانيا كبير. على كل حال اجتماع باريس اجتماع حضر له في السنوات الماضية، لأنه في 2014 كان اجتماع في ليما في بيرو، في 2013 كان اجتماع في فارسوفيا، في 2012 كان في الدوحة، في 2011 كان في دوربان. هذه اجتماعات كانت كلها كانت تحضر اجتماع باريس، لأنه كان هناك مجموعة من التوافقات، من التفاهمات، من التراضي. كيف تعرفوا الأمم المتحدة إشكالية الأمم المتحدة اليوم حسب ما يرى بعض الخبراء هي أنه كل الأمور التي يصادق عليها في إطار الأمم المتحدة تتم عن طريق التراضي والإجماع. وبالتالي لا بد من الإجماع فيما يتعلق بالأمور اللي تنطرح في إطار اجتماعات المتحدة. اجتماع باريس كان اجتماع طموح جدا، لأنه كان يعتبر هو في الحقيقة الاجتماع الساعة الأخيرة أو فرصة الساعة الأخيرة مثل ما يقال، وكان لا بد أنه يعني يخرج بمخرجات حقيقية، لأن قلت لكم كان اجتماع 2014 في ليما و 2013 في كل قبل سنوات. نعم. كل مرة كانت دون مستوى دون تطلعات، ولكن في اجتماع باريس. نعم. كان اجتماع طموح. نعم. وبالرجوع للمشاركة الموريتانية كانت من محاولة تقول عنها. بطبيعة الحال اجتماع باريس كان فيه اتفاق واتفاق تاريخي تم المصادقة عليه 12 ديسمبر في الشهر الماضي، يعني في نهاية السنة يوم قبل الأخير من أعمال المؤتمر. وكانت فيه قمة في مطلع المدخل في بداية هذا المؤتمر، وشارك فيها فقام رئيس الجمهورية مشاركة متميزة وفد موريتاني وزملائكم كانوا مشاركين. ولكن الأهم هو أنه هذا الاتفاق واتفاق طبيعة الحال يكرس يعني رؤية جديدة للتحديات القائمة لمنع أن درجات الحرارة تزيد على درجتين في أفق 2100. نعم. لأنه هناك توقعات وحسابات تفرض أنه تفترض أن درجات الحرارة يمكن أن تزيد إذا واصلت يعني التوجه إلى ما على ما هو عليه الآن فيما يتعلق بالغازات. نعم. هذا في عن 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 الطموح وعن الرهانات التي كانت هي رهانات اتفاق باريس، واتفاق باريس بطبيعة الحال وبحد ذاته سيطرح مجموعة من التحديات، لأنه تطبيقه سيكون مؤلما نوعا ما لدول الشمال، لأنه يفترض أن هناك بعض الدعم المالي يصل إلى 100 مليار دولار سنويا ابتداء من 2020. هناك أيضا مجموعة من الشروط الأخرى التي لن تكون سهلة في التنفيذ، ولكن هو اتفاق لا يعني لا مناص من أخذ، لأن بلدان الشمال الآن مقتنعة كلها أنه إذا لم يتم التوصل إلى يعني الحد من الانبعاثات والتحول إلى مصادر بديلة للطاقة، فإنه في أفق 2100 ستزيد درجات حرارة على درجتين ثلاث درجات. نعم. وهناك أنهار ستختفي، هناك نظم بيئية ستختفي. هناك بلدان يعني الاقتصاد العالمي سينهار. وهذا الآن الأمور واضحة يعني على مستوى البلدان اللي كانت مشككة في وقت من الأوقات. نعم. وبالتالي هو اتفاق تاريخي. وبطبيعة الحال الوفد الموريتاني والزملاء كانوا من المشاركين. نعم. كان من السيد العميد والزملاء النواب والشيوخ، كانت مشاركة فعلا نحن نعتبر أنها مشاركة متميزة. وزارة البيئة السيد وزير البيئة على مسار على مدى سنة 2015 كلها كانت سنة استعداد وكانت تحضير. سنة تحضير. نعم. وكانت هناك ثلاث مداخلات على في بيانات في مجلس الوزراء تتعلق بتحضير اجتماع باريس. نعم. وبطبيعة الحال هو أيضا كانت مشاركة موفقية، كان في جميع القطاعات المعنية. نعم. ومجتمع مدني. وكانت مشاركة نحن نعتز بها. وأنا شخصيا شاركت في أكثر من مؤتمر. أعتقد أنه اجتماع باريس ومؤتمر باريس كان فرصة يعني التأكيد على الريادة التي تمكن
تمكنت منها موريتانيا عبر هذه التحضير الجيد وبالدعم السياسي من فخامة رئيس الجمهورية. وأيضا أعتقد أنه كان حضور فخامة رئيس الجمهورية كان مهم جدا لنجاح هذا المؤتمر وأعطى يعني خطاب كان خطاب قوي أمام الـ أمام الـ أمام المؤتمر. وبطبيعة الحال كانت مشاركات صور صور من القمة وخطاب رئيس الجمهورية خلال هذه القمة. طيب إذن هذا الخطاب تحدث إذن فيه فخامة رئيس الجمهورية عن الأخطار اللي محدقة بالعالم نتيجة لهذه الظاهرة، كما تحدث من خلاله كذلك عن جهود موريتانيا التي أصبحت كما ذكرتم في البرنامج وكما هو حقيقي بشهادات جهات المختصة أصبحت مثالا يحتذى في العديد من دول العالم. طيب إذن أنتم سادة نواب سادة الشيوخ كنتم من ضمن الوفد الموريتاني المشارك في هذه القمة، ماذا عن مشاركة البرلمانيين؟ وهذا أكيد فيه كذلك جانب آخر هو جانب وكنت نسألكم قويل عنه لأنكم طلبتم من القطاع الوصي العمل على تكوين، هذا سؤال داخل في سؤال، العمل على تكوين الكادر البشري العامل في هذا المجال، هذا هي لسؤال آخر يتعلق بالتكوين على مستوى الشبكة، تكوين البرلمانيين تكوينهم وتحسيسهم هم أيضا البرلمانيين داخل الشبكة، تكوينهم أيضا في المجال اللي ما هو أصلا مجال اختصاصهم، وتحسيسهم أيضا بالمناطق بالمخاطر المحدقة نتيجة التغيرات المناخية ونتيجة الاحتباس الحراري وغيره ولا غير ذلك اللي يتحدثون عنه. لكن قبل ذلك يتحدثون عن المشاركة الموريتانية، وهذا السؤال ذكرني به عن هذه المشاركة اللي تمكنتكم كبرلمانيين مكنتكم من تبادل التجارب والخبرات. نعم المخرج يشير أن الوقت البرنامج قد انتهى وشرف على نهايته، هذا يمكنكم من تبادل الخبرات والتجارب والاحتكاك مع 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 زملائكم مع تفضل. شكرا. على كل حال بالنسبة لتمثيل موريتانيا في هذه القمة، نعم لأنه كان تمثيل على أعلى مستوى، نعم على رئيس الجمهورية، نعم قام بخطاب أولي، نعم خطاب ثاني فيما يتعلق بالوكالة، أيضا نرجع للوكالة، نعم الإفريقية لصور الأخطار، نعم وفعلا كان فيما تياها وزارة البيئة حاضرة مع الوزير وطاقم حاضرين، وكان المدني والصحافة كان فعلا المجتمع المدني والصحافة، أيضا دور البرلماني كان دور متميز، خولنا لنا نعدلوا مداخلة باسم البلد وباسم أيضا الشبكة الجهوية، ومكننا أيضا من قدر من لقاءات مع بعض الزملاء في الدول الأخرى، وكان حقيقة مشاركة احنا نعتز بها ونفتخر بها، واعتقد أن شاهد بها قدر من وسائل الإعلام الأجنبية، اعتقد أن فهم إشادة واسعة متميزة للدور الريادي اللي قام به الوفد الموريتاني طيلة هذه الفترة. فيما يخص بالسؤال الثاني، وقبل أن يجي السؤال الثاني، أعتقد حقيقة وزارة البيئة قامت بدور مهم، لكن السياسة العامة للبلد في توجه المحافظة على البيئة، نحسب لكم مثال إدماج ما يسمى بالميكس إنرجيتيك على اليوم. اليوم في موريتانيا على نفهمات إياها أكثر من 25% من الطاقة نظيفة. صحيح. اليوم في موريتانيا قدر من محطات إنتاج الكهرباء محطات هوائية والله. إنتاج تراكمي نعم صحيح. اليوم في موريتانيا خلق إنترديكسيون فورمال لاشاس أو سينيول اليوم في النعمة يعني كان في ورشة في هذا الإطار. أعتقد على أن الرؤية بصورة عامة رؤية تتجه على القضايا المناخية قضايا محورية وقضايا مهمة، وعلى التنمية المستدامة، ربط المحافظة للبيئة مع التنمية، أعتقد على أن هذه هي الإشكالية اللي أعطنا عدو اليومنا نفكروا فيها. مستوى جيد. مستوى تمثيل موريتانيا في المؤتمر الأخير في باريس كان مستوى تميز بالدقة، بالتنظيم. عند وصولنا لباريس شركة وزارة البيئة تقسيمنا على عدة قطاعات البرلمانية، ورشات معينة، ورشات وعاد كلهم مكلف به مسؤول البيئة يعطيها على اللحظة، لكن المستجدات جاك تواكب القيمة اللي كانت صعبة ضيقة، لأنها كانت تنظيم جيد، وكان مستوى قاع تمثيل اللي هي 90 فرد، كانت حجم الوفد، كان يعبر عن ذيك الإرادة لرئيس الجمهورية، معناها أن كنا على مستوى
رفيع من التنظيم ومواكبة أحداث وكذا كأنه ويوم الافتتاح تميز نحن قاعد بصفة خاصة كنا وفود فتنا انتباه علينا يوم الافتتاح كانت تواجد جيد واضح. سيدي نفسي أدمه ميرسي Paris a été pour moi une bonne expérience. C'est la fin d'un processus de réflexion engagé depuis très longtemps. Et c'est le début d'un nouvel engagement au niveau du monde, hein, par rapport en tout cas au climat. Je crois que c'est un peu ça la conclusion. En tant que Mauritanien, j'étais agréablement surpris d'avoir une très bonne cohésion, une bonne entente, une bonne vision. Une vision qui a été d'abord déclinée par le président de la République lui-même au niveau des chefs d'État, mais aussi une vision qui a été transmise par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par les parlementaires, par les civils, à tel point qu'on peut dire que la Mauritanie est sortie vraiment extrêmement exemplaire dans la vision de ce que c'est le climat de maintenant et celui à venir. Donc je crois que là, sur ce plan-là, j'avoue, je ne peux que remercier tous ceux qui ont contribué à ça. Et principalement le ministère en question, mais aussi le gouvernement qui a permis que beaucoup de gens participent. Donc en conclusion, c'est la fin d'une réflexion, mais le début des actions. Elles ne font que commencer. Et c'est pourquoi il faut qu'on soit prêt, justement pour que nos commencements soient bien et qu'il y ait une poursuite extrêmement exemplaire. En deux minutes seulement, l'AFAQ المستقبلية بخصوص ما كانت حدث من قبل قليل. الأفاق المستقبلية باختصار ستحدث هنا. أقل من دقيقتين عندنا في البرنامج. دقيقة. Kif gal le doyen l'accord de Paris donc c'est un déclic, c'est une percée historique le processus de négociation sur le régime climatique, mais il présente en soi des défis. Il dit effectivement c'est un accord qui d'abord qui va être mis en œuvre à partir de 2020 et ça il faut le noter. L'accord de Paris ne démarre pas maintenant. 2020. Il va être d'abord va entrer en vigueur, va être ratifié par deux tiers des pays pour entrer en vigueur. Là, ça prend du temps. Et que l'accord lui-même, les clauses techniques en matière de réduction, là, il entrera en vigueur à partir de 2020. Donc, là, il y a une transition. Donc, 2016, nous sommes déjà à 2016, jusqu'à 2020. Et donc, à partir de 2020, janvier 2020, l'accord là, il entrera en vigueur. Alors, l'accord, vu des clauses, vu plusieurs clauses, il y a quand même les clauses, c'est des clauses un peu douloureuses pour certaines parties. On va dire les compensations, les transactions financières dans le sens nord-sud. Il y a 8 milliards de dollars sénouillés. Il y a 20 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 انا مولي متفائل ان يعتبروا ان بلادنا عندنا فرصه ان نغيروا من منهجيتنا تجاه البيئه ياك نتحاشوا اخطاء الاخرين. مبروك اتفاق مبارك ومبروك وراجع ان تطبيقه يعود ان شاء الله اسهل من هذه الفتره الفوتره في مفاوضات الحصول عليه. كلمه اخيره لو سمحتم اشاده بالدور الفعال قامت به سفاره موريتانيا سفيره ولا بيرسونيل دي لامباساد يفو ساليو لترافيك يونفورمي. ميرسي. شكرا جزيلا. أيها السادة المشاهدون الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات أعود من جديد أشكر باسمكم ضيوفي وهم السادة دكتور محمد يحيى ولشا ومكلم بالمهمة بوزارة البيئة، شكرا جزيلا سيد مكلم بالمهمة، سيد سي أدما وهو نائب برلماني وعمدات بلدية مبوت كذلك، شكرا جزيلا سيد نائب عمدة سابقة عمدة سابقا مواكل عمدة سابقا إذا العمدة السابقة لبلدية مبوت، وشكر كذلك موصول لسيد سيدي بابا ولي الله وهو رئيس الشبكه البرلمانيه للبيئه، شكرا جزيلا. وسيد حيموده ولي احمد هو الشيخ ومقاطعتكم مني، شكرا جزيلا. باسمكم وسادتكم المشاهدون الافاضل اشكر ضيوف هذه الحلقه، الى ان نلقاكم لكم منا جميعا اطيب الملازمه في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.